يا عم باظ، انت هتطير ولا ايه؟ لا مش هتطير يا سيف، انت اللي جبت الكره في الزرار بتاعي. بص بقى ودي، عايزك تحط رجلك اليمين على العجله. ايوه بس، وامسك كويس قوي من هنا. دي الفرامل ماشي، دي فرامل قدام ودي فرامل ورا، تمام كده؟ استخدم فرامل اللي ورا، اوعى تستخدم فرامل قدام، تلاقي نفسك كيب واقع على الارض، ماشي؟ بس يلا واحده واحده كده، وايه اوسي نفسك بقى، يعني حاول ايه توسي نفسك. يلا يلا واحده واحده، يلا اهي جايه اهي. ايوه ايوه امسك نفسك، يلا 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 اهي اهي. ايوه ايوه خش بقى. برافو، عاش عاش على فكره. عادي عادي، كلهم في الاول بيقعوا كده لما بييجوا يلعبوا على عجله. الالعاب بتاعتكم سابونا وخلعوا؟ وهم العاب بابا، هيعملوا ايه يعني؟ نهار اسود، هم مين يا بابا الناس دول يا بابا؟ عايزين مننا ايه؟ محدش يضرب علينا نار، احنا معانا عيال صغيرة. يا نهار اسود، ده شكلهم ناويين على شر يا بابا. يا جماعة يا جماعة وربنا، انا معيش سلاح. مسكوا كركر يا بابا، اطلع الحق يا بابا. مين يلحقنا؟ ده اللي يخرب بيتك. طب ايه يا بابا؟ طيب هنسيبه كده؟ لا طبعا لا طبعا، مش هنسيبوه كده. بقول لك ايه، طيب اطلع لهم وانا هحصلك. طب ماشي يا بابا. تلاتة على واحد، مش رجول يا اخوانا. يا نهار اسود، ده شكلهم مسكوا الاثنين. لا لا لا، انا مش هفضل مستخبي كده، انا لازم اطلع. سيبهم ونمشي. احنا مش هنسيبهم يا اودي، احنا كنا لازم نمشي علشان محدش يشوفنا، عشان احنا اللي هننقذه. صح يا باظ، المواد ما استخدموش عندنا لما كنا عند شداد المجنون ده. بالظبط كده يا اودي. طب الخطه هتكون ايه يا باظ؟ الخطه هتكون كالاتي يا اودي، انت هتطلع الحبل بتاعك وهتحدفه على الراجل اللي ماسك سحبه الكركر. طب وهنعمل ايه في الباقي؟ لا الباقي ده سيبهولي انا بقى.
تستاهل. انا كنت عارف انك انت مش هتسيبنا اودي. وانا ايه؟ ماليش لعبه تدافع عني؟ جدع يا باص، اقسم بالله راجل من قطن خياط. الله ينور. هما مين دول وكانوا عايزين منكم ايه؟ والله ما نعرف يا اودي، ده فجاه لقيناهم جايين وبيضربوا علينا نار. بس ايه الحركه الجامده دي يا باص؟ دي اقل حاجه نعملوها عشانكم، انتوا انقذتونا من شداد المجنون. احنا ما نقدرش نركن جمالكم علينا، كنا لازم نيجي نلحقكم. ده انا افتكرتكم ان انتوا خلعتوا مننا والله. ما نقدرش يا حاج، خلاص احنا بقينا من العيله. طب يلا، طيب يلا عشان نشوف هنعمل ايه مع العيال ديت قبل ما يفوقوا علينا. انا عارف انا عامل معاهم ايه. فوق لكده بقى ياض انت وهو، عشان انا عايز اعرف مين اللي مقوي قلبكوا وجايبكوا لحد بيتنا هنا وفي قلب منطقتنا كده علشان تثبتونا. انتوا بتضربوا علينا؟ انتوا معانا ولا معاهم؟ انت مين ياض انت اصلا وبتكلم الالعاب دي كده ليه؟ انا صاحب محل الالعاب اللي انتوا سرقتوا منه اودي وباز. يا حراميه ياض، الدخله اللي انت داخلها دي، انت جايب الرجاله وعمال تضرب نار على الفيلا، هو ايه اللي ليه حق بقى بياخده بالطريقه ديت ولا ايه؟ ما انتوا سارقينهم، المفروض اعمل معاكم ايه؟ بعدين احنا ما سرقناش حاجه، الالعاب دي قاعده هنا كده بمزاجهم. لا سرقتهم والكاميرا مصوركم كلكم، وبالامانه كان معاكم راجل عجوز كده شبهكم. يا نهار اسود، واحنا اتصورنا؟ بس عادي، ما يفرقش اتصورنا ولا ما اتصورناش، عادي. حتى لو احنا سرقناهم، الالعاب دي قاعده هنا بمزاجها. الكلام ده صح؟ اه، الناس دي كويسين معانا قوي، بيبقوا اصحابنا وبيعملونا احسن معامله. وبعدين يا ابن الحلال، اللي ليه حق ما بياخدوش بالطريقه دي. طب يا جماعه احنا متاسفين على الدخله ديت، دلوقتي انا عايز الالعاب بتاعتي عشان اخد الالعاب والرجاله وامشي. لا لا لا، بقول لك ايه، الالعاب دي مش هتتحرك من هنا غير على جثتي. مفيش حد هيروح معاك في حته. عاجبك الكلام ده يا حاج؟ لا طبعا مش عاجبني، الالعاب ديت ليها حريه الاختيار. فانا دلوقتي هعمل حاجه حلوه قوي، انا هسالهم يقعدوا معانا ييجوا معاك. يا رجالة، حابين القعدة معانا هنا ولا عايزين تروحوا معاهم؟ لا طبعا، احنا خلاص بقينا منكم. الكلام معايا خلص، خد بعضك يلا وخد الرجالة يلا واتكل على الله من هنا. انا مش هتحرك من هنا غير لما يكون معايا بزياطير وقودي. حلو قوي الكلام ده، حلو. حلو ازاي يعني بابا؟ يابا انا مش هسيب وقودي، ولو راح في اي حتة انا هروح معاه. يا دي اتقل انت وهو، انا هعد من واحد لتلاتة، لو لقيت اي حد فيكم قدامي ما يلومش غير نفسه. مليانه بس ده اسمه بلطجه كده حاج، وانا هبلغ عنه. يا سلام، بلغ اخويا، نمره البوليس 122، لو عايز تبلغ بلغ، بس استنى بقى اقتلك عشان البلاغ يبقى بحريه بقى. انت كمان مش همك بقى. بس لو انت مصورنا واحنا بنسرق، فانت بقى متصور وانت بتعمل عمليه سطو مسلح. جاي تتهجم عليا في بيتي؟ اتفرج بقى على الكاميرا اللي هناك دي بقى اللي مصوراك. واحد. اتنين. تلاتة. يلا يا عيال، يلا يلا يلا. بتسيق على مين يا دكتور؟ هو ده احنا سيع قوي. الله ينور عليك يا بابا، بالحوت ده باص. انا عمري ما هسيبك يا اودي. انا مش عارف والله احنا المفروض نعمل ايه، يعني مره الالعاب تتخطف من شداد، ومره احنا دلوقتي بنتثبت، مش فاهم الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل لنا ولا ايه اللي هيطلع لنا.
مش فاهم حاجه. ما تقلقش يا حاج، كل ما احنا مع بعض ومحدش هيقدر يعمل حاجه. يلا ربنا عدي على خير. يلا الحمد لله، كل واحد يلا ياخد اللعبه بتاعته يلا ويخش جوه. ماشي يا بابا، يلا بينا يا باص. يلا بينا اودي يلا.